الأذان في المنام، الأذان في المنام شيء طيب على رأي كثيرين من العلماء. قال بعض العلماء: من أذن لعله يحج، لقول الله تعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا. هذا. وقد قال آخرون من أهل العلم إن الأذان في المنام قد يكون ابتلاء أو تهمة، ولكنك بريء منها. قول الله تعالى: وأذن مؤذن بينهم أيتها العير إنكم لسارقون، وهم كانوا براءً.